السلام عليكم. الاقتراح ديال اليوم غادي يكون حوت، الحوت في الفران. غنديروا واحد، غنحاولوا نديروا واحد الحوته هكا في الفران، كيمشي مرافق معاها. غنديروا معاها اون سالاد كي شوت، يعني غنديروا معاها شلاضه تكون سخونه. احنا كنعرفوا السر ديال الحوت بصفه عامه هو الشرموله. دونك اللي مختلف شويه في هذه الوصفه اللي غادي نعطيكم اليوم هو الطريقه ديال الشرموله اللي غندير مختلفه شي شويه. غادي نقدمها بطريقه مختلفه المعتاده اللي كنعرفوا ديال الشرموله. غادي نحتاج ليها، نحتاجو الميكسور، وغادي نحتاج ليها هنايا خديت فلفله حمراء حلوه بحال هذه، قطعتها عندي هنايا تقريبا جوج ديال الفلفلات كبار حمرين، وقطعت معها بالنسبه للناس اللي تعجبهم الحار قطعت واحد المزود ديال الفلفله حاره حتى هو. دونك غنديروا هذا الشيء كامل في الميكسور، وغادي نزيد عليه واحد ثلاثه الفصوص ديال الثوم، وغادي نزيد عليه شويه ديال القزبر والمعدنوس. كلشي غادي يتخلط في الميكسر. وبالنسبه للعطريه غادي نحتاج عندي هنايا الخرقوم، كمون، وعندي شويه ديال البزار وشويه ديال الملح. هادشي اللي غادي نحتاج ديال العطريه. وغادي نعصر عليهم شويه ديال الحامض من الفوق، وغادي نزيد معاهم واحد نصف كاس ديال الزيت الزبديه. دونك هذه هي الشرموله اللي غادي تمشي مع الحوت اللي غادي نوجد بها الحوت، اللي غادي نلبسها هكا في الحوت، واللي غادي نطيب بها حتى لاصالاد اللي غتمشي مع الطبق ديال الحوت. وهنايا عندي هاد الليمون وزروق خديته وغسلته مزيان من داك الرمله، وشويه ديال لي كروفيت غريز. هادو عير باش غادي نزين الفوق. الا ما عندكمش لي كروفيت ولا الليمون يمكنكم تزينوا باي حاجه بغيتو، كيبقى هذا كيبقى اختياري. بالنسبه للصلاه اللي غتمشي مرافقه معاه، عندي هنايا قرعه محكوكه، وعندي خيزو محكوك، وعندي فلفله حمراء حلوه مقطعه طريفات صغار، وعندي هنا لي شامبينيون نوار اللي رقدتهم شويه في الماء سخون ومن بعد صفيتهم، وعندي هنايا الزيتون مقطع. هذه هي لاصالاد اللي غادي نرافق مع الطبق ديال الحوت. دونك غادي نزيد هنايا شويه ديال الزيت البلديه من الفوق، وغادي نخلط هذا الشيء كامل. هي طريقه مختلفه شويه على الطريقه الاعتياديه اللي ممكن كنصوبوها. غادي نديرها، درت شويه ديال زيت العود في المقله كي يسخن، وغادي نديرها في المقله واحد المده ديال 15 دقيقه. دونك خصنا ضروري ندوزوها من العافيه قبل ما نخدمو بها. دونك غنخليها واحد 15 دقيقه في المقله، نديها ونجيبها هكا واحد 15 مينوت قبل ما نخدم ليها، ونخليها تبرد واحد شويه عاد ندوز باش نعمر بها الحوته. الحوته اللي عندي هنا، الحوت يمكن لكم تختاروا اي نوع ديال الحوت كيعجبكم. انا خديت هنايا القرب على حسب عاوتاني عدد الاشخاص اللي عندكم. انا خديت هذه فيها كيلو تقريبا واحد 100 غرام. غادي نحاول نفلحها هكا باش تدخل لي هذيك ديك الشرموله مزيان. غادي نفلحها هكا من اللور ومن القدام، ونتسنى على ديك لا فينيغريت اللي صاوبت، باردون، لاصوص الشرموله اللي صاوبت. غادي نتسناها حتى تطيب واحد 15 مينوت كما قلت لكم. عاد غادي نلبس الحوته كامله من الداخل ومن برا، نلبسها مزيان بهذيك لا مارينات اللي وجدت، ونخليها واحد 10 دقائق تشرب هذيك الشرموله، وندخلها للفران طيب هكا في اللاطه بوحديتها.
تقريبا واحد الفران كيكون سخون على درجه حراره 170، نخليوها واحد 35 دقيقه. دونك هذا فيما يخص الحوت. لا سلاد تكلمت لكم عليها، غادي خصنا معاها غير الخضره محكوكه هكا، القرعه، خيزو، فلفله مقطعه، والشامبينيون نوار، والزيتون. حاجه اللي ما نسيت ما ذكرتهاش قبيله هو الفيرميسيل. دونك الفيرميسيل عارفين الطريقه المعتاده ديالو، كنديروا الماء سخون في كاسرونه وكنخشيو فيه هاد الفيرميسيل، وهو طافي ما يلبسو، ما تكونش العافيه شاعله، يعني ما طايب هكا في كاسرونه، كنخلي واحد 3 حتى 4 دقائق وكنصفيه وكنقطعوه وكنخلطوا هادشي كامل في المقلاه اللي هو الخضره مع الشامبينون نوار مع الفيرميسيل مع الزيتون. كنديهم نجيبهم شويه ديال زيت العود، وغنحتفظوا بواحد شويه ديال لاصوص اللي وجدنا اللي هي لا مارينات، غنحتفظوا بواحد شويه منها باش غنزيدوه مع هاد الخضره اللي غادي يكمل فيها طيابو. بيان سور غنشوفوا هادشي من بعد ما توجد ليا لاصوص. ملي وجدت ليا لاصوص لا مارينات ديال اللي ذكرت سبق وذكرت لكم، كيجي الشكل ديالها بحال هكا، كتجي خضره. دونك هذه هي الشرموله اللي غادي نعمروا بها الحوته. كناخذوا الحوته كنديروها ديريكتوم في لاطا اللي غادي تدخل للفران، وكنحاولوا نعمروها بهاد لاصوص من الداخل، لبسوها هكا من الداخل ومن برا. وغادي نحتفظوا بشويه كيف ما قلت لكم باش نسوطيو فيه هذيك الخضره اللي غتمشي مرافقه مع الحوته. دونك هنايا انا خليت نفس المقله اللي درت فيها لاصوص، اللي طيبت فيها لاصوص، غادي ندير فيها الخضره الطيب. غادي نبدا بالقرعه هي الاولى، بالفلفله وخيزو هما الاولين، وغادي نخلي الفلفله هي الاخرى حيت بغياك طيب. القرعه والفيرميسيل غنخليهم هما الاخرين، غير بان لي الفلفله وخيزو طو، غادي نزيد عليهم القرعه، ومن بعد غادي نزيد عليهم الفيرميسيل اللي درتو سلق واحد شويه في الماء سخون، وكنقطعوها هكا بالمقص هو والشامبينيون نوار هكا. طريقة ديال الشامبينيون غادي نديرو الكميه اللي غادي نحتاجوها ديال الشامبينيون، انا كنوريكم غير الطريقه. غادي نكملو الحوته هكا، نلبسوها مزيان كلها، نحاولوا ندخلوا داك الشرموله في دوك الفتحات اللي درنا بالموس باش تشرب مزيان بديك النكهه ديال الفلفله مع الربيع مع الثومه، كتجي هائله. غير واحد الريحه ديجا طالعه منها دابا، صدقوني هاد الطريقه اللي عطيتكم ديال هاد الشرموله كتجي رائعه، وكتخرج شويه من داك الشرموله اللي المعتاده اللي ما فين حنا كنديروها، هاد هي ديها، هادي كتجي غزاله. دونك غادي نخليوها تشرب واحد شويه لو طون لي توجد لينا لا سلاد، عاد غادي ندخلوها للفران باش طيب. دونك انا كنظن سي بون، راني لبستها مزيان بهاد الشرموله، غادي نخليها ترتاح واحد شويه. والخضره غنبقى مراقبه هكا كيف ما قلت لكم، تيهبط خيزو مع الفلفله يبان لينا دبال مزيان. غادي نزيد عليه، غادي نزيد نحك عليه شويه ديال سكنجبير طري نيشان في المقله، اي واحد شويه هكا على ديك الخضره، وغادي نزيد معاه واحد شويه ديال عصير ديال الحامض. زيت العود بيان سور هو اللي كنصوطي فيه هاد الخضره كامله. دونك انا غنستمر بهاد الكيفيه حتى نوجد هاد الخضره كامله طبيعيه مع بعضياتها. ملي غادي يهبط خيزو مع الفلفله كيف ما قلت لكم، غادي نزيدو عليه الشامبينيون نوار، وغادي نزيدو عليه القرعه حيت القرعه دغيا كطيب، وغنزيدو عليه الفيرميسيل، وغنزيدو الزيتون اللي عندي هنايا، ومن بعد غادي نزيدو عليهم شويه من هاد لاصوص اللي وجدت، هاد الشرموله اللي وجدت. الا بانت لكم ناشفه يمكن لكم تزيدوا واحد نص كاس ديال الماء باش طيب فيه ديك الخضره،
حتى كتبان لكم شربات مزيان وطابت، وهي اللي كترافق مع الحوت ملي كنخرجوه من الفران. وغادي نزينوه بيان سور كيف ما قلت لكم، شويه ديال ليمون شويه ديال الكروفيت غريز، غنشوفوا الشكل النهائي ملي غادي توجد لينا الحوته. الشكل ديال لا سالاد كيجي بحال هكا من بعد ما وجدات بالفيرميسيل وبالخضره شامبينو نوار والزيتون. وهنايا عندي ليمون ولي كروفيت اللي قلنا غادي نحتفظوا بهم للتزيين، درتهم سوطي مع شويه ديال زيت العود وشويه من داك الشرموله اللي بقات ليا مع لا ماريناد. دونك ملي غادي تخرج الحوته من الفران غادي نديروها في طبق ديال التقديم، ها كيكون طويل الطبق اللي كتقدموا فيه، وغادي ندوروها بهاد لا سالاد من جناب ونزينو بالليمون ولي كروفيت من الفوق. صدقوني كيجي طبق راقي هكا للارادات ديالكم لحبابكم وصحابكم. كنتمنى يا ربي يعجبكم، ودعموني دائما بلي لايك ديالكم، التشجيعات ديالكم، لي كومونتير ديالكم مرحبا بهم، وتابوناو عندي في لاشين وتفعلوا الزر ديال الجرس باش يوصلكم كل جديد. الى اللقاء.